ورحلتنا الآن على جناح دولة بنين، نأخذ معلومات أكثر من الشيخ. أتفضل. نعم. عرفنا أكثر عن هذه الدولة، عن هذا الجناح، عن الحضارة، الثقافة، الأشياء اللي عندكم. أتفضل. بين يديكم وفي مشهدكم أخوكم فيصل أكيمي من دولة بنين. وبنين دولة مستقلة تحت مستعمرة فرنسا، ويحدها بوركينا فاسو ونيجر ونيجيريا وتوغو، وتحته محيط الأطلسي. وبجوار المحيط الأطلسي تجد عاصمة، العاصمة اقتصادية تسمى بكوتونو، ما أن فيها أكبر السوق في غرب أفريقيا يسمى بالدطبة. والثاني شيء بوتونو، وهي عاصمة الكبيرة، عاصمة سياسية. ثم باراكو عاصمة تاريخية. وهذا علم بنين بين يديكم، الأخضر والأصفر والأحمر. الأحضر بمعنى أمل التجديد، والأصفر بمعنى كنوز والثروة، وهذا الشجاعة. وهذا باب تاريخي في دولة بنين يسمى بباس جنوريتو، معناه باللغة العربية باب الذهاب بلا عودة. كما تلاحظون أو تشاهدون أن في هذا الباب الإنسان محبوسين. هذا في الأيام الجاهلية في بنين، الأوروبيون يأتون إلى بنين ويشعرون العبد المملوك، وإذا مر بهم من هذا الباب دليل أنهم لا يعودون إلى بلدهم أبدا. وهذا باب الذهاب بلا عودة. وفي بنين يمطر خلال 6 أشهر متتالية، لذلك تميزنا في الزراعة كالقطن. هذا البقل، هذا فول سوداني، فول سوداني، هذا أكاجو، هذا فول سوداني، هذا كلي في بنين، زنجبيل مجفف، وهذا يداوي الأمراض الحلق، أمراض الحلقية، وهذا ذرة، وهذا مسواك عندنا. وعندنا ما أننا يمطر في بلدنا عندنا غابات وفي هذه الحيوانات، ولكن حاليا هذه الحيوانات توجد في المحميات، والناس يأتون إلى بنين للرحلة السياحية لزيارة هذه الأشياء. ومن عندنا وسائل للمواصلة، هذا نسميه زمجة، وأيضا نسميه ككنو، وهذا أسرع وأرخص من تاكسي، ونستخدمه خوفا من التأخر وازدهام. وهذا مالكنا، هذا رئيسنا، أقول رئيسنا، هذا رئيسنا اسمه باتريس تالون، في جوار سمو الملك سلمان. وشعارنا في بنين الأخوة، فراترنتي، جستيس العدالة، وماذا، وترافاي العمل، بمعنى أننا لا بمعنى أن بنين لا يسمح للرشوة وما عدا ذلك والظلم. وعندنا هذا، عندنا هذا الدلو في دولتنا، هذا الدلو. وثاني شيء هذه الحذاء صنع من حفر من كفارة السيارة، وهذا لا ينقطع أبدا، مهما استخدم لا ينقطع. وهذا السجادة يخاطب يدوية ويصلى عليها وينام عليها، ويستخدم في سقف الحيمات. وأيضا هذا الذي بيدي، هذا السلطان هو الذي يستخدم هذا، وإذا اتكع على نمرك أو هو قائم يملك هذا دائما، وإذا ضرب به كتفك بمعنى أنه فرحان بك. ومما عندنا أيضا، عندنا ما يسمى بثقافة الملابس والطواقي. هذه الطاقية مثلا نسميه غوبي عندنا. وعندنا أيضا ثقافة الأمثال التي توافق الأمثال في اللغة العربية. نقول في لغتنا ججش جج، باللغة العربية
بمعنى وافق شن الطبقة. ونقول أيضا في لغتنا إباقباجو الأمور عند الشدائد يعرف الإخوان. ونقول أني تبارين باني رأى علماء أخوك من وساك في الشدة. ونقول أيضا تبار ديجوتاني بو في كجا تنينو في كجا ونما بمعنى إذا أغمضت عينيك فرارا من أوباش الناس وأشرار الناس يفوتك الخيار الناس. والدنيا علينا بالتوازن. والعملة في بنين عملة سيفة. ونسبة المسلمين في بنين 51. هذا ما عندنا تلخيص ما عندنا معكم. وجزيتم أن كل خير إذا كان في استفسار. هذا هو الزي الرسمي اللي أنت تلبسه. الذي أنت تلبسه هو الزي الرسمي صحيح؟ نعم. وفي زي أخرى أو أخر أيضا. يعني هذه أحد الأزياء. وهنا أيضا اللي في الجدار هذه نعم. معلقة هذه بعض الأزياء نعم. الشعبية. نعم. هذا الشعبية. طيب شكرا لكم. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم. آمين آمين آمين. لله شكرا.